वीडियो देखने और सुनने वाले मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और हमारे बताए हुए वजीफ़ों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं हर रोज़ आप हज़रात के लिए एक से एक बेहतरीन और पावरफुल ख़ास वजीफ़ा लेकर के हाजिर होता रहता हूँ, वैसे ही आज भी मैं रिस्क के हवाले से बहुत बेहतर वजीफ़ा लेकर के हाजिर हुआ हूँ। जिन भाइयों की दुकान में बरकत नहीं है, कारोबार चल नहीं रहा है, ये उनके लिए बहुत ख़ास है। या फिर जिनके घर में रिस्क में, रोज़ी में बरकत नहीं है, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है और जायज़ मुरादें पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप हज़रात ने इस वजीफ़े को पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुन लेना है। और इस वजीफ़े को सुनने के लिए आपको अलग से कोई वक्त निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस वीडियो को आज आखिर तक देख लेना है। वीडियो के आखिर में हम इंशाल्लाह दुआ भी करेंगे बहुत खूबसूरत, तो आपने दुआ में भी शामिल होकर के दुआ पर आमीन कहना है। इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हर मुराद पूरी होगी। और जिन भाइयों की दुकान है, कारोबार है, तो उनके लिए ये वजीफ़ा इस तरह से करना बेहतर रहेगा कि वो जब अपनी दुकान को खोलें, यानी दुकान को सुबह ओपन करें, तो उसमें जो है इसकी तिलावत यानी ऑन कर दें, ओपन कर दें और इसकी तिलावत जो है होने दें, और जो है खुशबू वगैरह का एहतमाम करें दुकान में। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुकान में खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बिना किसी देरी के ये वजीफ़ा शुरू कर दें। आप हज़रात इस वजीफ़े को सुने और इससे फ़ायदा हासिल करें। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर दें और पसंद आने पर वीडियो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए वजीफ़ा शुरू कर दें। दोस्तों, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أرسلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى اتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات
فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحبذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون मोहतरम दोस्तों, अब दुआ की जा रही है। आप हज़रात दुआ में शामिल रहें और दुआ पर आमीन कहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम व आलिही व बारिक व सल्लम सलातम व सलामन अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार وقنا عذاب القبر
وَقِنَا عَذَابَ الْحَشْرِ وَقِنَا عَذَابَ الْمِيزَانِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ دِلِ مَارَكُنْ مُسْتَقِيمُ بِحَقِّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يَا إِلَهِ رَحْمْ فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں علم حق تے باقر علم خدا کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم مولا کریم تیری عطا کی ہی توفیق سے ہم نے قرآن کریم کی سورہ المجادلہ کی تلاوت کی مولا اس کے پڑھنے میں جو بھی لفظ سہواً غلطیاں ہیں سب کو حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و فعل میں مولا معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اس کا ثواب سب سے پہلے حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما حضور کے بعد 124,000 یا کم و بیش پیغمبر اسلام جو بھی تشریف لائے تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما حضور کے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جملہ اولیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا کریم قبول فرما مولا کریم اس کے پڑھنے کی برکت سے ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما تمام دلی جائز مرادوں کو پورا فرما اے اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا فقیر رکھنا زندگی بھر اپنی دہلیز کا بھکاری رکھنا اللہ ہمیں زندگی بھر کسی کا محتاج نہ کرنا ہمیشہ اپنی دہلیز کا نوکر رکھنا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ موڑنا پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا مولا کریم ہم مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں مشکلات میں گھرے ہوئے مولا ان تمام کی مشکلات کو آسان فرما تمام کی پریشانیوں کو دور فرما مولا تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دنیا بھر میں مسلمان جہاں جہاں پریشانیوں میں مبتلا ہیں مولا ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے مولا ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا مطیع و فرما بردار بنا ان کی اولاد کو نیک بنا مولا کریم جو بے روزگار ہیں ان کو صاحب روزگار عطا فرما ان کو صاحب روزگار بنا دے ان کو جائز حلال روزگار عطا فرما جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں رزق میں برکتیں وسعت عطا فرما مولا کریم جب جب تیری بارگاہ میں ہم نیک دعائیں کریں اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما جب جب تیری بارگاہ میں ہم نیک دعائیں کریں اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما جب جب تیری بارگاہ میں ہم نیک دعائیں کریں اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت عطا فرما جب اس عالم سے جائیں تو ہم سب کی نگاہوں کے سامنے گنبد خضرا ہو زبانوں پر جاری فرمانا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم